السياسة هي تقوم على أساس قاعدة السياسة هي بناء الدولة، العقد الاجتماعي وفق القاعدة قوة الحق لا حق القوة. يعني كل المواطنين الموجودين في هذه البلد لهم حق متساوي في العيش الكريم. ما الذي حصل في جنوب طبعا ثورة 14 أكتوبر كان لها دور أساسي جدا في توحيد كيانات سياسية، تصور 23 كيان دول لو عندهم أعلام سلطنة في حضر أشباب دول صغيرة جدا، صحيح. يعني أشباب دول يعني زي دول الخليج مثلا كان ممكن تكون يعني سلطنات حضرموت والمهرة والعوالق واليافع، سلطنات في المحافظة الواحدة أكثر من كيان. نعم، هذه أهم حاجة اللي عملتها ثورة، أنه وحدت هذه القوى في جمهورية وفي مؤسسة وطنية واحدة. وهذه طبعا من اللي تحسب للثورة. اللي حاصل أنه تفجرت التناقضات حينما اجتمع اللي جايين من هذه الكيانات صار لها مئات السنين، حينما اجتمعوا مع بعض في المدينة ما يعرفوا بعضهم، الثقافة تختلف، يتصادموا، حصل الصدام مع قوى طبعا اللي تفجرت التناقضات. نحن الآن أنا أقول أنه بأمس الحاجة إلى تجاوز كل التناقضات. نحن الآن لابد أن نفكر كيف نبني دولة. يعني ممكن تستورد أي شيء من الغرب، لكن صعب جدا أن تستورد الدولة.